فضيلة الشيخ صالح بارك الله فيكم، الغيث أو المطر نعمة ربانية ومن مظاهر ربوبية الله عز وجل، وأيضا نعمته على خلقه ورحمته الواسعة لهم. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل: وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. بارك الله فيكم، ما مدى ارتباط العقيدة الإسلامية بالغيث حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل البداية فيه ارتداد، السم الآن يشيلون إن شاء الله. نعم، الله سبحانه وتعالى جعل إنزال الغيث من آياته الدالة على ربوبيته والدالة على قدرته والدالة على رحمته. قال الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إنزال الغيث من أعظم النعم على العباد. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فجعل الله سبحانه، ما أقدر أتكلمه يرد علي. سم تفضل يا شيخ. نعم، فالله سبحانه وتعالى جعل إنزال المطر من الآيات العظيمة الدالة على قدرته والدالة على رحمته والدالة على إحسانه على خلقه. وفي الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ما زال الصدى يا شيخ. ومن آيات الله في هذا الغيث وهذا المطر وحياة الأرض به بعد موتها دلالة واضحة على البعث. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها، فكذلك يحيي الأموات بعد موتهم، لأن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم، فهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذا المطر فيه عبر وفيه عظات وفيه رحمة للعباد والبلاد، فهو دال على قدرة الله وعلى رحمة الله وعلى ربوبية الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه دلالة على أن الله يتصرف في هذا الكون بما يشاء. فترى مثلا السحاب المحمل بالماء ويمر ولا ينزل منه قطرة ويتجاوز إلى أرض أخرى فينزل ما فيه من الماء. لماذا؟ لأن الله يسوقه سبحانه وتعالى: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. فالله يسوقه سبحانه وتعالى إلى الأرض التي يريد أن ينزل فيها، ويمر على أرض لا يريد أن ينزل فيها فلا ينزل ولا قطرة. فهذا المطر وهذا الغيث فيه آيات وعبر وعظات لأولي الألباب. نعم،
أحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا المطر وبما نزل وأن يبارك فيه.